ها اجيبهم اجيبهم. احنا صار غلط كنا نكسر السمك، السمكه لازم نبلمها يا عيوني. هو راح ينبتها القط. احنا نغسلها نجلفها. والله يا شيخ اصفر ها هسه خل اسولف لكم سالفه على الدم مال السمكه وشنو فلسفه اهل الهور من يشوون بدون غسل. اصدقائي شفتوا هسه ابو سعد الخلفي اللي قاعد يسوي السمك؟ ابو سعد وكل اهل الهور يسوون السمك بدون غسل، اوكي؟ شو يقول؟ هاي الماده البي سواء دمها او اي شيء ثاني يعني من الافرازات اللي داخلها. هاي مادة هي بيها ريحة الزفر عالية جدا ولكن مكثفة بهاي المادة يعني دم او فتش. يقول اذا غسلناها راح يتحرر الدم وينزل بداخل اللحم مال السمكة فراح تكون السمكة جدا زفرة حسب رأيي. واللي بعدين انا اكتشفت انه رأيي صح جدا صح. اذا بقى مثل الدم على حطته او هاي الاشياء الافرازات السائلة لما تيبس بالشوي راح تتيبس وتوقع. وبالفعل هي تتيبس وتوقع وتبقى السمكه طيبه جدا بدون اي زفر. هذا انا اقر واعترف انه هم اصح من عندنا بطريقه الشوي. صنف جديد ما كان قبل موجود. اي هاي الغريبه صنف جديد. يعني حجي هاي اول مره شفتوها شو وقت ابو سعد؟ قديمه يا بس احنا ما شايفينها. يعني غريبه لا هي صار لها اربع خمس سنين اول مره طبت السوق. لا 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 وين 15 سنه قبل لا نعرف لا نعرف. ها صح 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 اي صح 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 والله صح. اخاف يعني استوردوا بيوضها وجابوها. اي 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 اه يعني اذا هاي مستورده وكاتبه لها بالجديد.